أهلا وسهلا بكم أحبتي الأصدقاء في قناة سفيرس أكاديمي. درسنا درس مهم جدا وهو How to improve your English speaking، كيف تطور لغتك الإنجليزية بالمحادثة. اضغط على اشتراك وإعجاب لهذا الفيديو لتصلك جميع الدروس، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى تصلك الدروس مباشرة على البريد الإلكتروني حين نشرها. هيا لنبدأ بهذا الدرس المهم. استعد لتحصل على أكبر فائدة من الدرس. بعض النصائح الأساسية حتى نحصل على أكثر فائدة من الدرس بما يقارب 70-80% من المعلومات سوف نستطيع حفظها من المرة الأولى، وهذا يعتمد على هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى، ركز معي، اجهز نفسيا للتعلم. النقطة الثانية، حضر الكراسة والقلم واكتب جميع الكلمات والعبارات الجديدة، وأيضا سوف نحتاج أكيد إلى أن نكرر جميع العبارات بصوت مرتفع حتى نتقن اللفظ الصحيح. والنقطة أيضا بعدها اللي هي تخصص حوالي ما يقارب بين 20-30 دقيقة لهذا الدرس لكي تراجع الدرس وتوقف الدرس عند الحاجة وتدون المعلومات التي تحتاجها. وأيضا لا تنسى مشاهدة هذا الدرس عدة مرات بعد أسبوع أسبوعين، وشاهد أيضا الدروس الأخرى في قناة سفيرس أكاديمي. هيا لنبدأ. Improving your English at home. الجزء الأول، وهذا هو يتكون من 3 أجزاء. اليوم سوف نأخذ الجزء الأول، وفي الحلقات القادمة سوف نأخذ الجزء الثاني والثالث. Improving your English at home. حسن لغتك الإنجليزية في البيت. حسن لغتك الإنجليزية في البيت. هذا الدرس مهم جدا 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 للجميع، وبالأخص اللي ما عندهم جرأة يتحدثون باللغة الإنجليزية، يتخوفون أو أسباب أخرى. حسن لغتك الإنجليزية من البيت ننطلق. اليوم راح ناخذ 5 نقاط هي مهمة جدا، راح تساعدك على التحسن باللغة الإنجليزية. خلينا ناخذ النقطة الأولى. Record yourself. سجل لنفسك. سجل لنفسك. Read aloud. اقرأ بصوت مرتفع. Listen to MP3s, podcasts and the news. وأيضا الأخبار. Watch TV and movies. شاهد الأفلام والتلفاز. Narrate your world. حاول أن تروي وتتحدث عن عالمك الخاص بك. هيا لنبدأ بشرح هذه الـ5 نقاط بالتفصيل. لنبدأ بها. هيا. نعم، النقطة الأولى، Record yourself when you are by your lonesome. عندما تكون وحدك، عندما تكون لوحدك. You have no reason. ليس لديك أي سبب. To be nervous. لكي تتوتر. إذا تخلصنا من التوتر بالدرجة الأولى من خلال هذه الطريقة. When you are by your lonesome. عندما تكون وحدك. You have no reason to be nervous. لتتوتر. ليس لديك أي سبب للتوتر أو لتكون متوتر. You can let your brain flow freely. يمكنك أن تترك دماغك يتدفق ويفكر بحرية. لذا so record yourself now. Record yourself now. سجل لنفسك الآن. التسجيل لنفسك فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى هي أنك تجرب أن تستخدم الكلمات التي استمعت لها. نقول على سبيل المثال أنك أخذت درس معين أو استمعت لمقطع معين بودكاست بالإنترنت، بس مجرد تكتب بودكاست في الجوجل سوف تحصل على الكثير من التسجيلات الصوتية. استمع لواحدة منها تكون ذات موضوع مهم بالنسبة لك تتعلم منه أيضا. بنفس الوقت كرر الكلام الذي سمعته وسجل هذا الكلام واستمع لنفسك، هل هو مشابه؟ سوي مقارنة بين تسجيلك وبين هذا الصوت وشوف نفسك إذا كنت تحتاج إلى المزيد من التحسن باللفظ. استمع مرة أخرى وارجع سجل الصوت وقارن لحد ما توصل إلى مرحلة عالية بدون تدخل أي شخص. هذا الشيء اللي تقدر تسويه لوحدك بالبيت. هيا ننتقل للنقطة الثانية. النقطة الثانية، read aloud، اقرأ بصوت مرتفع. If your hands are full، إذا كنت مشغول، or you don't have a recording device، ولم يكن لديك جهاز تسجيل، simply read aloud. Ideally. بكل بساطة ما عليك هو إلا أن تقرأ بصوت عالي. من الناحية المثالية،
every day كل يوم for at least على الأقل 15 or 20 minutes من 15 إلى 20 دقيقة كل يوم اقرأ بصوت مرتفع فيه الكثير 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 من الفوائد سوف هذا الشيء سوف يساعدك على التدرب على الحديث بحرية بدون قيود اقرأ يوميا بصوت مرتفع طبعا بصوت مرتفع هذه النقطة أركز عليها كثيرا اقرأ بصوت مرتفع 15 إلى 20 دقيقة يوميا في أي وقت من الأوقات حاول أن تأخذ موضوع مهم اعزل نفسك في مكان اقرأ بصوت مرتفع باللغة الإنجليزية حتى تتمكن من التحسن بالكلام هيا نأخذ النقطة التالية وهي listen to MP3s, podcasts and the news هنا مجموعة من القنوات قنوات الراديو التي يمكنك الاستماع لها وهناك الكثير 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 بالإنترنت من قنوات الراديو والمواضيع التي يمكنك الاستماع لها استمع كثيرا وحاول تقليد الصوت والأداء الذي تسمعه وحاول أن تختار مواضيع مهمة جدا لكي تتمكن من التعلم Two birds with one stone, really يعني عصفورين بحجر واحد أولا تتعلم مواضيع جديدة وأخبار جديدة والنقطة الثانية وهي الأساسية تعلم اللغة الإنجليزية استمع كثيرا وحاول تقليد الأصوات والمواضيع التي استمعت لها النقطة الرابعة Watch TV and movies The easiest way أسهل طريقة to involve yourself لتقحم نفسك in a conversation في محادثة without actually having one بدون أن تكون لديك محادثة وحقيقية is to watch English TV and movies هو أن تشاهد التلفاز الإنجليزي والأفلام الأفلام شيء مهم جدا لأنك أولا تشاهد الأحداث اللي تدور أمامك وبنفس الوقت راح تستطيع على حفظ الكلمات في مواقف معينة وسوف يكون لديك بعض الروابط بينك وبين الممثلين وسوف تعرف أسلوب الذي يتحدثون به ومن هذه الطريقة سوف تتمكن من المحادثة بشكل جيد جدا Narrate your world حاول أن تعبر عن نفسك باللغة الإنجليزية عن عالمك الخاص بك As you go about your day to day talk to yourself يعني حاول أن تتحدث عن أشياءك الحياتية اللي تصير معك حاول أن تفكر وتتحدث مع نفسك من الأشياء اللي تعيشها يوميا What are you doing؟ ما الذي تفعله؟ What are you feeling؟ ما الذي تشعر به؟ حاول أن تكون كلمات وتحدث بصوت مرتفع من الأشياء التي تدور حولك What do you see؟ ما الذي تشاهد؟ Taste, smell, hear الأشياء التي تذوقها تشتمها وتسمعها حاول أن تتحدث بهم إنه الآن قاعد تشاهد درس للغة الإنجليزية حاول أن تتحدث عنه شنو الفوائد اللي تعلمتها من عنده وحاول أن تكون جمل من ذاتك وتتحدث بصوت مرتفع حتى تتمكن من الجرأة على المحادثة مع الآخرين What are you touching شنو اللي تلمسه What are you thinking شنو الأفكار اللي تجي بذهنك الآن بالمستقبل الأشياء اللي راح تسويها بالمستقبل الأشياء اللي سويتها بالماضي حاول أن تتحدث عنها هذا الشيء كله إلى سبب رئيسي ودافع رئيسي أنه أنت صار عندك الجرأة أن تتحدث أمام الآخرين الآن انتهينا من هذه الخمس نقاط انتظرونا بالبورت 2 الجزء الثاني من هذا الموضوع وفيه نقاط مهمة جدا جدا انتظرونا قريبا وسوف تكون دروسنا كل يوم ثلاثاء وكل يوم جمعة وكل يوم أحد انتظرونا واشتركوا معنا سبسكرايب ناو وفعل زر الجرس وانتظرونا في الحلقة القادمة شكرا لكم على المتابعة ولا تنسوني من صالح دعائكم كنت معكم في الإعداد والتقديم حسين الغالبي شكرا لكم وإلى اللقاء